تعالوا نروح لواحد من نجوم الاهلي السابقين، نجوم الاهلي الكبار اللي دايما ليه تحليل، يعني تحليل مختلف وليه اراء فنيه مختلفه، نجم الاهلي الكابتن سيد معوض. تحياتي ليك يا كابتن سيد ومنور قناه الاهلي. ربنا يخليك يا اسامه. في البدايه قبل ما نتكلم عن لاعب النادي الاهلي وسام ابو علي، خلينا الاول نطمن على نجمنا، اللاعب اللي احنا دايما كنا بنتكلم عنه هنا في الاشبال وما زلنا بنتكلم عنه وبنراهن عليه، عمر سيد معوض. طمنا الاول على عمر وقول لنا اخبار الاصابه ايه واخبار برنامج التاهيل بتاعه يا كابتن سيد. والله الحمد لله، يعني عمر عمل عمليه يوم 6/10، عدى 3 شهور دلوقتي، والحمد لله المرحله الاولى ماشيه بشكل كويس، والحمد لله احنا خلصنا على خير، وهيبدا مرحله ثانيه خلال الايام الجايه يعني ان شاء الله، فربنا يكرم. يعني احنا مش مستعجلين برضه، يعني اهم حاجه ان هو يرجع بشكل قوي ان شاء الله ويرجع افضل من الاول. بدا مرحله الجري ولا كل التدريبات في او العلاج الطبيعي في الجيم، ولا بدا مرحله الجري؟ لا، الجري خلال اسبوعين ان شاء الله، يعني ما يوصل 3 شهور ونص هيبدا الجري ان شاء الله. تمام. الطبيب المعالج كابتن سيد يعني قال ممكن ان شاء الله قدام عمر سيد معوض قد ايه عشان يرجع الملعب بالسلامه باذن الله؟ لا يعني هو الدكتور اللي عمل العمليه كان بيتكلم في 7 شهور. فيعني الحمد لله يعني الامور ماشيه بشكل كويس، يعني زي ما قلت لك احنا مش مستعجلين على اي حاجه، هي النقطه الاهم ان هو يرجع بشكل كويس. ف7 شهور يعني خلاص الحمد لله، يعني عدى نصهم اهو، فربنا يسهل في الباقي يعني ان شاء الله. اهم حاجه ما يستعجلش، لسه في فتره توقف، وفي يعني حتى لو رجع على الموسم الجديد اهم حاجه انه يرجع بالسلامه ان شاء الله. هو ما يهمش يرجع امتى، اهم حاجه يرجع بشكل كويس، يعني هي دي النقطه الاهم ان شاء الله، وربنا يكرم. يعني دعوات الناس ودعوات الجمهور يعني دي من الحاجات اللي بتساعد اي لعيب وهو مصاب ان يبقى عنده دفعه معنويه كبيره جدا عشان يقدر يرجع. زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه قدامنا، يعني دي جزء من التدريبات التاهيليه لابننا عمر سيد معوض، وهو يعني عنده طاقه وحماس كبير انه يرجع الملعب بالسلامه ان شاء الله ويعود للملاعب سريعا.